أحلى كيكة دي ولا إيه؟ كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية، الكيكة اليومية اللي كل يوم لازم ناكل منها مع كوباية شاي أو كوباية قهوة أو شاي بلبن، مفيش مشكلة. المهم الكيكة دي جميلة جدا جدا، عايزة أقول لكم عجبت الولاد، وبسم الله ما شاء الله خلصت قبل ما أرفع الفيديو. فيعني من الآخر الكيكة دي خطيرة، مش عايزة أطول عليكم الفيديو، يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة الكيك اليومي او الكيكة الاقتصادية الهشة، هعملها بالبرتقال. للمقادير معايا 3 بيضات، ومعايا برتقال مقطعاه دواير كده، وكمان معايا كيس كيك شيف، ومعايا نص كوباية من الزيت، وكوبايتين الا ربع من الدقيق، دي كوباية دقيق ودي كوباية الا ربع، ومعايا كوباية الا ربع عصير برتقال فريش، وكوباية الا ربع سكر وفانيليا. في الخلاط بتاعك هنضيف البيض، وهنضيف كمان السكر 3 بيضات وكوباية الا ربع من السكر، وهنضيف كمان فانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا، وما تكتريش عن معلقة صغيرة لان الفانيليا دي بتبقى قوية جدا جدا الريحة بتاعتها، وعشان ما تمررش معاكي في الوصفة. هضربهم بقى مع بعض كويس جدا جدا لمدة 5 دقايق ضرب متواصل. الخطوة دي مهمة جدا، وكمان ده سبب من نجاح الكيك ان انت تضربي البيض بتاعك كويس. بصوا بقى، بصوا شكل البيض تحول ازاي للون الابيض، خد الفوم، شكل الفوم واتضرب كويس جدا جدا. هنضيف بقى بقية المكونات، نص كوباية من الزيت، وكمان كوباية الا ربع عصير برتقال فريش، وهنضربهم كويس مع بعض. انا سهلت عليكي، مش لازم يبقى عندك مضرب كهربي او مضرب يدوي بيوجع الايد، لا هتعملي الكيك وهتعمليه في الخلاط بطريقة بسيطة جدا جدا. خدنا كل المكونات وضربناها في الخلاط، مفيش اسهل من كده. في ناس كتيرة بتخاف تعمل الكيكة لانها بتبوظ منها وبتطلع كمان مكبوسة، امشي على نفس الخطوات وان شاء الله هتبقى جميلة. كده كل المقادير السائلة مع بعض انا جهزتها، خلاص جهزت معايا. هبتدي بقى احضر كل المواد الجافة. لازم انخل الدقيق يا جماعة، لازم انخل الدقيق، الخطوة دي مهمة. دخلت الدقيق، وكمان بيكنج باودر كمان برضو هنخله، بخرج اي هواء موجود في الدقيق. همزج بقى الدقيق والبيكنج باودر مع بعض، اتاكد ان هما اتخلطوا مع بعض. ودلوقتي هبتدي اضيف المواد السائله بتاعتي اللي انا ضربتها كلها في الخلاط وسهلت الامور عليكي وعليا انا كمان. هخلطهم بقى مع بعض، هخلط كل الخليط والمواد الجافه والسائله مع بعض، عايزة كده الخليط كله يتمازج، وبرضو مش عايزة اقلب في الكيك كتير. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة كمان، وانت بتقلبي الخليط قلبيه على اتجاه واحد بس، يعني قلبي الخليط بتاعك في اتجاه واحد. خلاص كده بصوا ما شاء الله، بصوا القوام عامل ازاي، جميل جدا جدا. المقادير بتاعتي مظبوطه، هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. ده القالب اللي انا هصب فيه الخليط بتاعي، هرش رشه من الزيت
ودلوقتي هبتدي ارص البرتقال بتاعي في القالب من تحت. لو انت عندك صينية او عندك طاجن بايركس ممكن تعملي نفس الخطوات وتصب الخليط بتاعك فيه، مفيش اي مشكلة. خلاص كده رصيت البرتقال، هضيف بقى الخليط بتاع الكيك بتاعي. عايزة اقول لكم الفرن بتاعي سابق التسخين، ما ينفعش ان انت تدخلي الكيك ويكون الفرن بارد، ده سبب تاني ان الكيك بتاعك ينجح، لازم الفرن بتاعك يبقى سخن. دلوقتي انا هدخل الكيك بتاعي على درجة حرارة 200، وبكده يكون شكل الكيك بعد ما استوى. عايزة اقول لكم ريحته جميلة جدا جدا، ريحة البرتقال مخلياه بجد فظيع. انا دلوقتي هشوفه بقى استوى من جوه ولا لا، هجيب خلة او انت لو شوكة او سكينة هتبتدي ان انت تعملي الحركة اللي انا عملتها دي، وهتلاقيه الشوكة بتاعتك طلعت نظيفة، يعني الكيك كده مستوي من جوه. هبتدي اقلبه بقى، وده شكل الكيك بعد ما قلبناه. بصوا بقى روعة ما شاء الله، بصوا حاجة كده يعني خيال. الشكل هو اللي هيتكلم، انا مش هقول حاجة. بصوا شكله، بصوا شكل البرتقال، بصوا ما شاء الله جميلة. وده الشكل النهائي للكيك بتاعنا، حاجة بسيطة جدا جدا عملناها، ما خدتش وقت خالص، وبجد الكيكة طعمها رهيب. عن تجربة اعمليها لولادك هيفرحوا بيها جدا جدا. ممكن تقطعها لهم وتديها لهم في اللانش بوكس معاهم في المدرسة، حاجة تدفي، تتعشي بيها مع كوباية شاي بلبن، يعني حاجات كده، او تفطري بيها الصبح. كيكة اقتصادية وسهلة وكيك يومي، يعني بصراحة من الاخر الكيكة دي ملهاش وصف. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.